اللاعبين هما مشكورين على الاداء اللي بطولي تاع الدقائق الاخيره، بل قريب بوتاتر ما قنعناش الناس في اللعب، مي صح اون بو با افوار لو بور اي لارجون دو بور. حنا ليسونسيال اون كوب سي لا كاليفيكاسيون سي با اوتر شوز. هكذا النيه راهي كاينه، نماركو توجور طريق توالو، الحمد لله يا ربي. نشكر هذا الجمهور كاع اللي شجعنا، كان غاضب بيان سور، من حقه يغضب باسكو نهار كومبلي هو في الطريق، كاين اللي ما ركدوش، كاين نشكرهم. بون نشكر كاع الجمهور اللي وقف معنا حتى الدقيقة التالية، الحمد لله يا ربي. نشكر المدرب كل خطرة يحفزنا، والحافز المعنوي تاعه هو اللي أثر على اللاعبين. وين تشوف هذا الفوز نهدوه للأنصار هذو اللي جاوا اللي حضروا، نشكروهم ويستاهلوا ما خير إن شاء الله. كما يقولوا باللغة الفرنسية دوميني ني با غاني، يعني كي تسيطر المباراة مش حتفوز بها. حقيقة أنه سيطرنا على طور الشوط الأول والثاني، هما كانوا جاوا بخطة دفاعية وين تمركزوا في الدفاع ولعبوا بالمرتدات. حتى المرتدات ما كانش لهم يعني فرص كثيرة، يعني الفرص اللي كانت اليوم سجلوا عليها هدفين. واش نقول لك، هذه هي كاس الجزائر. حنا حتى ولو حقنا حتى ولو يعني كنا كانت كاس الجزائر من بين الاهداف تاع الفريق هذا الموسم. اليوم ولديه وهران تاهلوا، مبروك عليهم التاهل. حنا تبقالنا البطوله، نقعدوا مركزين على البطوله ان شاء الله، وان شاء الله تكون لنا فرصه في المباراه ان شاء الله مع نفس الفريق في وهران ان شاء الله.